وللمزيد حول المجزرة التي وقعت في قرى بالمقدادية والانتهاكات المستمرة حتى الآن، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي. أهلا بك سيد عادل. يعني 23 قرية في ديالى والمقدادية تعرضت للهجوم والحرق، وكذلك تعرضت بيوت الأهالي للكثير من الاعتداءات والانتهاكات، وقتل الكثير من الأهالي بحسب بيان للمرصد العراقي للحقوق والحريات. السؤال هنا، كيف تبدو الأوضاع الآن؟ هل لا تزال الانتهاكات ضد المدنيين مستمرة؟ تفضل أستاذ. نعم، تحية طيبة لكم وللمتابعين الكرام. أهلا بك. حقيقة بدأت الأحداث منذ ليلة أول أمس، حيث كان هناك حادث إجرامي، حيث دخول مسلحين إرهابيين إلى قرية الرشات المقدادية، وحصل هناك عمليات قتل لعدد من سكان القرية من قبيلة بني تميم. الحادث فيه تقصير واضح من قبل الأجهزة الأمنية في المنطقة، حيث تواجدهم كثيف ودورياتهم موجودة بشكل مستمر. بعد ذلك تم بعض تحركات مريبة كتجمع الميليشيات في المنطقة وسيارات مضللة في شوارع المقدادية، وبعدها تم الهجوم على قرية نهر الإمام وقرية العامرية وقرية الميثاق الأولى وقرية الميثاق الثانية. الهجوم من قبل الميليشيات على أهالي هذه القرى حقيقة تم حرق العديد من المنازل والسيارات والبساتين. تم الهجوم على عشائر الخيلانيين والمهداوين والجبور، ما يقارب 15 شهيد وجرح 20 آخرين وتهجير ما يقارب 500 عائلة. حقيقة الحال لا زال مثل ما هو في مدينة ديالى. المهجرون الآن خارج مدنهم. كل هذه الحوادث كانت أمام أنظار القوات الحكومية بدون أي إجراء أو أي تحرك. سيد عادل. نعم. يعني بحسب مصدر مطلع، فإن مسلحين خطفوا رجلا من منزله في بعقوبة. حوادث الخطف باتت متكررة منذ أمس كما تعلم، لكن ما مصير المختطفين باعتقادكم؟ نعم سيدي، أنا أضيف على ذلك حتى أن الأهالي في قرية شوك الريم المحاذية لقرية نهر الإمام ناشدوا قوات الجيش بعدم الانسحاب وتركهم بمفردهم أمام هجمات الميليشيات، إلا أن الجيش للأسف انسحب بوجود أوامر بحجة وجود أوامر بالانسحاب إلى قرية نهر الإمام، وتمت بعدها عمليات التهجير والقتل. هناك حقيقة يعني تواضع. طبعا يعني سيد عادل، وردنا عاجل الآن عن مصادر صحفية تقول إن قصفا جديدا بقذائف الهاون يستهدف قرية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. تفضل أكمل إجابتك سيد عادل. نعم، كان هناك تواطؤ من قبل القوات الأمنية مع الجهة المهاجمة، كان واضحا بانسحابهم من مكان الحادث وعدم تعزيز قوة لمسك الأرض. طبعا يعني كان هناك انسحابا منسقا في الزمان والمكان. يعني الهجوم كان منسقا، حيث انسحبت القوات الحكومية من جهة وهجمت الميليشيات من جهة أخرى. هناك الكثير من المختطفين. أنا يعني وصلنا معلومات أنه يوجد شخص مختطف حقيقة، والآن أيضا تقول شخص مختطف آخر، ومهجرين بالجملة كثيرين، يعني أكثر من 500 عائلة. لكن بحسب متابعتكم سيد عادل، يعني من الجهة التي يمكن أن تكون نفذت هذه الهجمات ضد المدنيين وبيوتهم ومساجدهم؟ وهل من دوافع طائفية باعتقادكم وراء تلك الانتهاكات؟ نعم سيدي، تسعى القوات، طبعا هي القوات المهاجمة كانت حسب المعلومات اللي وصلت للمرصد هي عصائب أهل الحق وفيلق النجباء، وترافقهم جهة تدعي بين قوسين أنها تابعة للعشائر. كان لها دور في قتل وتهجير أهالي القرى المستهدفة. حقيقة محافظة ديالى في الليلتين الماضيتين كانت خارج السيطرة، على العكس على عكس ما أدلى به محافظة ديالى مثنى التميمي. كان هناك أرتال لسيارات الميليشيات في شوارع المقدادية بدون رادع وأمام أنظار القوات الأمنية، وهي تتجول بحرية وتهاجم بدون خوف. حتى منع التجول الذي يعني أصدروه ليلة أمس لم يكن يشمل الميليشيات. تواجدهم كان بالشارع في شوارع مدينة المقدادية وفي القرى والقصف،
وإحراق السيارات وإحراق نعم. البساتين كان مستمرا رغم منع التجول. إلى السؤال الأخير الآن سيد عادل، يعني باعتقادك من المسؤول عن كل هذه الانتهاكات التي وقعت على بعض قرى المقدادية في وقت أكد الكاظمي بأن حماية المدنيين في المقدادية جزء لا يتجزأ من مسؤوليته؟ حقيقة نحمل الحكومة العراقية وعلى رأسها السيد مصطفى الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة والمشرف على القوات الأمنية والعسكرية والمسؤول الأول في الدولة، وأيضا تتحمل القوات الماسكة للأرض من الشرطة والجيش وما يسمى بالحشد الشعبي في محافظة ديالى المسؤولية المباشرة الكاملة عن كل هذه الحوادث وحالات القتل والإعدام والتهجير وإحراق المنازل ودور العبادة وإرهاب المواطنين. من إسطنبول كنت معنا المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي، شكرا جزيلا لك.